فتحت قضية أمير محمد الرفاعي البالغ من العمر 12 عاما تساؤلات حول طبيعة الأمراض الوراثية وعلاجها والتأمينات والتكاليف ودور وزارة الصحة. وفي استعراض سريع لأبرز الإحصائيات المتعلقة بالأمراض الوراثية، حوالي 190 ألف واقعة ولادة العام الماضي، عدد الأطفال المكتشف إصابتهم بالأمراض الوراثية الشائعة في الأردن سنوياً بين 4000 و 6000 مولود. الأمراض الوراثية الثلاثة المنتشرة في الأردن هي التفول وهي أنيميا الفول، مرض آخر هو نقص الغدة الدرقية الوراثي الخلقي، والفينيل كيتونوريا وهو أيضا مرض من الأمراض الشائعة في الأردن. نبدأ بالتفول أو أنيميا الفول، ثلاثة مواليد بالتفول من بين كل 100 من المواليد الذكور في العاصمة عمان وشمال المملكة، تحديدا عم نحكي عن 8855 إصابة بالتفول. ننتقل إلى نقص الغدة الدرقية الوراثي الخلقي، وفي هذا المرض هناك حوالي 180 طفلا سنويا يعانون من مرض نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي. وننتقل إلى الفينيل وهو المرض الثالث والأخير، وهو يصيب واحد من كل 10,000 شخص في العالم. بلغ إجمالي الإصابات بهذا المرض على مدار السنوات الثلاثة الماضية حوالي 290 إصابة. لتحديث هذه الأرقام وأيضا للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ من وزارة الصحة الدكتور صفوان الدبابني، وهو رئيس قسم الوقاية من الأمراض الوراثية. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. الله يسعد صباحك، كل الخير. لنبدأ بكيف يتم تشخيص حالات هذه الأمراض في الأردن بداية منذ أن تضع المرأة جنينها. تمام، أول شيء اسمحي لي بالبداية أصبح عليك وعلى قناتك ونشيطة، ما شاء الله معلومات زخمة الصبح كثير، وبسوى أنه نشير لها، وأتمنى من خلال هذا اللقاء الصغير نوصل رسالة للأهالي، نأكد على اللي تفضلتي فيه بحصيلة الأرقام اللي بالفعل كثيرة، وإحنا نعزي ارتفاع الإصابات في الأمراض الوراثية إلى زواج الأقارب، وإحنا بنعرف أنه 90% من انتقال الأمراض الوراثية تنتقل عن طريق الصفة الوراثية المتنحية، أي الآباء والأمهات بيكونوا حاملين المرض غير مصابين. إحنا هون مثل ما تفضلت وأشرت بتقريرك، نشير إلى البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة الذي يقدم خدمة اكتشاف مبكر مجانية لكافة الجنسيات في الأردن لجميع الأطفال من عمر 3 إلى 14 يوم بنقطة دم واحدة. نستطيع بفضل الله أنه الآن نشخص هذه الأمراض قبل ما تحدث الأعراض والإصابة، لأنه نعلم يقينا عند حدوث الأعراض والإصابة نتكلم عن إصابة الدماغ وخطر الوفاة. إحنا ما بنستنى تتوصل الأمور لهذه المرحلة. من خلال هذه البرامج الواعدة التي تم استحداثها في وزارة الصحة، وبصدق حاب أشارككم قصص نجاح باكتشاف أطفال من إعاقات كنا ممكن نشوفهم بالشوارع، لكن بنعمة رب العالمين وتوجه وزارة الصحة لفحص جميع هاي المواليد صار يتسنى إلى الآن اكتشاف مثل ما تفضلتي آلاف الأطفال مصابين بثلاث أمراض هذه. والخبر صار أنه إحنا في صدد توسعة هذا البرنامج ليشمل أمراض أخرى ثانية. نعم، هي خطر على أطفال. دكتور صفوان، يعني الأرقام في الأردن يعني بتعتبر مقارنة في المنطقة والعالم كثيرة. نعم. إذا ما هي الآليات المتبعة؟ يعني بالأول تضع المرأة جنينها، تذهب للفحص، ماذا إن كان ابنها مصاب بهذا المرض؟ ما هي الآليات التي يجب أن تقوم بها للمتابعة؟ تمام، في الفصل الأخير من الحمل تقدم الاستشارة المجانية للأمهات الحوامل بالتأكيد لضرورة خضوع أبنائهم لهذا الفحص. بعد الولادة في ثلاثة أيام ما بين عمر 3 إلى 14 يوم عند ذهاب الأم إلى تلقي مطعوم البي سي جي، بنسميه المطعوم السل، بنأخذ هاي العينة من كعب القدم، وخزة صغيرة في كعب القدم بنقطة الدم، من خلال هاي نقطة الدم ترسل إلى المختبر المركزي
بيعطينا ضوء احمر في حال الاشتباه بالاصابه، يتم استدعاء هذا المريض مع الاهل طبعا، ويتم عمل الفحص التاكيدي وتثبيت المرض حسب نوع المرض. اذا كان تفول وهو من الامراض الاكثر شيوعا في العالم بنقص الخميره، مثل ما تفضلتي بحب بس اصحح الرقم ارجوك، انه في دراسه اجريت في الشمال والعاصمه، نعم. الشمال الرقم اكبر بكثير من عمان نتيجه انتشار حقول الفول، واحنا بنعرف بهذا المرض نوار الفول عند الحالات الشديده قد يؤدي الى حدوث مضاعفات. ما بعرف وقت البرنامج اظن لا يتسع انه او لقائنا لا يتسع بشرح هاي المضاعفات، بس بعجاله واحد من الاعراض المبكره لهذا المرض هو الصفار، والكثير من مجتمعاتنا قاعدين بيعالجوا الصفار بطريقه خاطئه، مي سكر ثوب، شيء يعني مصيبه للامانه، واحنا بنتكلم عن مرض جدا شائع. عارضه المبكر الصفار جزم من الاهالي انه اعالجه بالطرق البدائيه الخاطئه تبعتنا، واحنا بنتكلم عن مرض جدا شائع. من خلال هذا البرنامج احنا قاعدين من 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 نمسكهم قبل ما نحكي النتيجه على الفاس بالراس، لانه التاخر في اكتشاف هذا المرض يؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها، قد تؤدي الى خطر الوفاه. المرض الاخر هو المرض الفينيلكتونوريا بعجاله، هو مرض ينتقل من الاباء الى الابناء. في هذا المرض بالذات عندنا تخيلوا حليب الام هو سم قاتل للطفل، اعني كلامي حليب الام سم قاتل للطفل، لانه لا توجد عنده خميره معينه لتحويل الحامض الاميني الموجود في حليب الام الى بروتين، وبالتالي هذا الحامض الاميني من حليب الام او من حليب الصناعي يتراكم في دم الطفل وبخترق حاجز ما وبيؤدي الى تلف عقلي وحركي لا رجعي. من خلال اكتشاف هذول الاطفال فضل رب العالمين وزاره الصحه تقدم الحليب الخاص منزوع ماده الفينيل الامين مجانا مدى الحياه مع الطحين رغم تكلفته الباهظه، يعني حتى علبه الحليب الواحده يعني للامانه على عطاء الوزاره توصل 40 دينار، تقدم مجانا ولكافه الجنسيات. وبفضل ربنا اجين مره اخرى انه عندنا قصص نجاح بالفعل رائعه، عندنا طلاب توجيهي 91 علمي مصابين بهذا المرض كملوا من جامعات الاردنيه والان اعضاء بالمجتمع فاعلين، بينما للاسف نحكي الحالات التي لم يتم اكتشافها قبل البرنامج هي حالات اعاقه شديد. نعم. والمرض الاخير هو مرض نقص الغده الدرقيه الخلقي، احنا بنعرف هذا الغده الدرقيه تفرز هرمون الثايروكسين الذي يدخل في بناء جميع عمليات البناء الجسم ومنها الدماغ، نقص هذا الهرمون بيؤدي الى تخلف عقلي، والحالات الخفيفه منه بيؤدي الى نسميها باد سكول برفورمانس، يعني عدم تحصيل دراسي منيح أسوة بالاطفال، وبين قوسين للاسف بدي احط هذا التعبير دكتور صفوان بسموه عندنا في المدارس تنبل، بس هو عنده هذا المرض، من خلال البرنامج نكتشفهم ومنعالج. نعم. نعم، رئيس قسم الوقايه من الامراض الوراثيه في وزاره الصحه دكتور صفوان الدبابنه، سنتحدث ايضا في حلقات مطولا عن هذه الامراض وما تقدمه الوزاره لجميع الاهالي من اجل حمايتهم وحمايه اطفالهم من هذه الامراض، او على الاقل يعني الاستمرار في الحالات العلاجيه وتقديم الخدمات لديهم.